صباح الخير من جديد، بنصبح على كل اللي انضموا لنا هلا بمطبخ دنيا يا دنيا. اكيد الغادة اهلا الميس، ايش اخبارك انت؟ الاخبار منيحه الحمد لله، تمام التمام. ايش اليوم بدنا نعمل؟ زي ما طلبوا المره اللي فاتت، زعلوا من يوم الخميس وحسيت بتأنيب ضمير، نعم، علشان ما عملناش حاجه لشم النسيم. ايوه، فهنعملها النهارده لشم النسيم. نعمل البريوش، والبريوش ده عجينة فرنساوي، هي مفروض كتير لطيفة ولذيذة وبتتاكل طبعا طول السنة، بس هي بيبان مجدها أكتر وقت شم النسيم. وقت شم النسيم، فهنعملها النهاردة ونحط لها بيض، بس طول السنة بتتعمل مش بس في شم النسيم، فهي يعني لطول السنة يعملوها مش بس النهاردة. بس يعني هلأ موسمها، بنقدر نقول هيك تنعمل خصوصا لشم النسيم. هي لذيذة، بس تنعمل كل مع زي يعني هي زي الكرواسون كده والحاجات دي مع حلو. الشاي والفطار والحاجات دي، احنا عاملين هنا مجموعة منهم. جاهزين. حلو. جاهزين جاهزين. طيب اذا نعمل اليوم البريوش ونعمل كب كيك شم النسيم. يلا نبلش بالبريوش، نشوف كيف الشيف غادة بتعمل لنا البريوش. يلا ناخذ اول شيء المقادير. يلا إذن مقادير البريوش: 1 كيلو طحين، 1 إصبع زبدة 100 جرام، 2، مش شايفة منيح أنا، طيب دقي خليني أقرأ من هون، أوكي، نص كوب زيت، 3 أرباع كوب سكر، و 3 أرباع كوب زبيب، 3 بيض، فانيلا، و4 ملاعق كبيرة حليب بودرة أو باودر، 2 ملعقة كبيرة خميرة، وبيضة وسكر للوجه. لا، 3 بيضات مكتوب بيضة. لا، 3. طيب 3 بيضات وسكر للوجه زي هيك. 3 بيضات، اوعوا 3 بيضات. اوكي اوكي. طيب اذا خلينا بس كمان بالبداية نقول لكل اللي عم بيتابعونا هلا واللي بيفوتوا على facebook.com/dunya-ya-dunya، اكيد انا رح هلا رح اقرا كل تعليقات، كل الاسئلة اللي حابين تسألوها لغادة، فتواصلوا معنا طبعا على facebook.com/dunya-ya-dunya. وكمان بيحبوا يسلموا عليكي مش بس بيسالوني. والله والله ماشي. طيب انا دايما بقول ان بحب الخميره تخمر شويه في الكوبايه، بس الخميره دي انا مجرباها، هو ده بعمله دايما لما تكون الخميره بقالها فتره مش مستعملاها. ايش معنى الموسيقى عاليه اليوم؟ مباشر عيد بقى، كل سنه طيبه. عشان العيد اليوم الموسيقى عاليه، حاسه هيك ضجه مش متعوده هيك. طيب غادة، خلينا كمان نقول لكل اللي عم بتابعونا انه طبعا تقدروا تشوفوا كل فقراتنا، كل اشي بتحبوا تتابعوه راح عليكم بدنيا يا دنيا. احنا طبعا منبث ببث حيوي مباشر بدنيا يا دنيا، اكيد كله بتقدروا تتابعوه عن طريق اليوتيوب، على ويب سايت رؤيا، وايضا على facebook.com/dunya-ya-dunya، بنزل على هاي الصفحات لحتى تتابعوا فقراتنا دائما. هاي هم باينين قدامكم على الشاشة. يلا يلا خلاص هنبتدي نحط كله، هحط كله فوق بعضه. اوكي ماشي. اذا كل هاي المقادير تحطيها كلها فوق بعضها، كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. خلينا نقرا شويه على الفيسبوك، بس هو شوي بطيء اليوم، ابصر ليش. طيب نبلش بعليا سعد. عليا بتقول بدها طريقه المطفيه بالزهره. بصي انا بحب كل اكلات الزهره، نعملها طبعا. انا ما بحب الزهره، بتنفخ. لا. كتير بتنفخ. بس لذيذه. هبه سويت، اهلا وسهلا فيكي دائما هبه، بتتواصل معنا، نوجه لك تحيه. خليني استنى لا يزبط. مريم الفقير واسراء عبد الرحيم عاملين لنا لايك. الاثنين دول يعني ناشطين 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 معانا، وبالذات اسراء قديمه كمان. ومريم كل ما بنعمل حاجه بتطبقها هي وولادها الصغيرين كمان. حلو. وبتنزل دايما صور حاجات حلو. جميله. واسراء طبعا معروفه بقت اسراء. طب قولي لنا ايش حطيتي هلا شف؟ دلوقتي ما انا قلت لك كله هنحطه فوق بعضه. يعني بس هيك اشرحي لنا. اوكي، حطيت الخميره وحطيت الحليب الباودر والبودره وحطيت الزبده والسكر وهحط الزيت. طيب بدي اسلم راحت الهاي. ماشي اوكي خلاص كده حطينا كل حاجه الا البيض. الاول خلينا نضرب ضربتين وبعدين نبتدي نحط الميه. ماشي. طبعا
طبعا لما حطيت كل الحاجات الناشفة قلبت بالمعلقة شوية، وبعدين حطينا السوائل. ايش مالك تعبانة؟ الحمد لله. انا لا، ليش تعبانة؟ مصدية. عارفة يعني ايه مصدية؟ يعني كان في نسبة من الحديد، دلوقتي مصدية. لا سلامات. طب اذا هيك يعني انت تاعت الطبخ، انت لازم تعرفي ايش بدك تطبخي لك عشان الحديد يكون قوي. شفتي؟ ما هو باب النجار مخلع دايما. تاكلي كتير غادة؟ انت ايه رأيك؟ لا ما بش... لا بس في ناس عن جد بياكلوا كتير بس ما ببين عليها. صح. لا بص يعني انا باكل كل اللي انا عايزاه بس بنسب صغير. بس مثلا لازم كل يوم احلي بحاجه، بعرفش اكل من غير ما وانا كمان محلي. لازم حتى ولو حته صغيره يعني، بس لازم. ولعلمك انا بقدرش مثلا اتغدى اكله بالكريمه. ليه؟ لا ما بحسش انها مش اكله، انا عايزه رز كده مثلا. انما الاكلات الاتي بيتي بوندي اللي بقى بالكريمه بقى وبالشوكه والسكينه بقى هناكلها ومش عارفه ايه الايش الاتي بيتي بوندي. الاتي بيتي بوندي يعني الحاجات المنقنقه دي اقدرش اكلها، ممكن اكلها بقى لما نخرج نتعشى بره وتتقطع بالسكينه. طيب ماشي. طيب يلا خلينا بس نسلم على الفيسبوك سريعا. بس مريم عايزه اوريكي الخميره. بصي العجينه بعد ما خمرت يعني عايزه تزق الكيس وتطلع من كتر ما هي ما شاء الله خمرانه، فانت اقري على ما اثري. طيب ما هو سوسو المزوني بتسلم علينا غاده. الله يسلمك. جمانه البنا من الامارات عم تتواصل معنا، اهلا وسهلا فيكي. ليلى بريم بتقول لك اعملوا لنا سلطات الرحلات اللي بناكلها مع المشاوي. لازم. شيرين الصقال، نسرين شلخوب، اهلا وسهلا فيكي. صباح الورد بتقولنا. رغود النتشه كمان. علا عدوي اهلا وسهلا. علا لطيفه. رشا ابو حسان، ممكن طريقه خبز البوري بتقول لك عملناه. خبز البوري موجود، هو والفراخ التندوري، وكتير كانت وصفه حلوه وناس كتير عملوها. شوفيها على اليوتيوب، اذا youtube.com/ دنيا يا دنيا او سلاش رؤية تي في. معبى صراحة، رح احاول نغطي كل اللي عم بتواصلوا معنا بسرعة. رانيا زماميري، ام سهيل اهلا وسهلا فيكي، ام فرح، لما كرزون، شيرين عمر، سارة حجير، يا اهلا بيهم كل اللي عم بتواصلوا معنا، دائما بتشرفونا بدنيا يا دنيا. اكيد انا بحب اسمع منكم كلهم. والله لما وشيرين وكلهم على طول بيتواصلوا معنا. طيب شو عم تعمل؟ هنعمل اول حاجه يعني هي طبعا الاشكال كتير جدا اللي ممكن تعمليها بالعجينه دي، فدي مثلا شكل منهم. كتير العجينه دي زي ما قلت لطيفه، وكتير ممكن يعتمدوها في الزبيب. الزبيب مش كل الناس بتحب الزبيب. فانا اللي انا عاملاهم هناك فيهم زبيب، دول انا ما حطيتش فيهم زبيب لان هو الزبيب اختياري. في كمان اضافه بتديله طعم لذيذ قوي انا ما حطيتهاش وما قلناهاش، اللي هي البشر البرتقان. بشر البرتقان كتير بيديله طعم لذيذ، بيعمل طعم زاكي. صح. طيب في عنا اتصال. هلو صباح الخير. معي صباح النور. اهلا، معاكي ميسون. اهلا يا ميسون، كيفك؟ حظي حلو دائما بتطلعي لي انت وبتفضل الشيف غاده. يا حظنا السعيد. ازيك يا شيف؟ ازيك يا ميسون. اسمعي قولي لي غاده، تصدق اقول لك على سر، اقول لك على حاجه. انا ما بحبش الشيف دي خالص، في ناس كتير بينبسطوا وبيفرحوا يا عيني اسمهم شيف يعني. انا ما بحبوش. يعني انا عارفه مش بيبقى فيه كده كل عيله او شله اصحاب بيبقى عندهم واحده شويه كده عندها بتعرف حاجات اكتر دايما يسالوها او كده، انا افضل اكون الست دي من ان انا اكون الشيف. يسلم لي التواضع انا حبيبتي. يا رب يخليك، ما قصديش. اهلا وسهلا. ازيك يا ميسون؟ والله مستاء الحمد لله. كيفكم انتو؟ تمام. نعم. تمام والله. بجوز من شهرين وانا كل يوم بحاول احكي وما بضبط الخط. يلا سمعنا صوتك النهارده. الحمد لله. ممكن اطلب منك تعملي لنا العوامه؟ والله انت عارفه العوامه انا عندي وصفه يعني مش قادره اقول لك قد ايه لطيفه، خدتها من واحده قريبتي
وكتير لطيفة، بس أنا مش عارفة الزيت هنا لو قعدنا يعني هو اللي، بس أنا خايفة من الترطشة ومن اللي بيحصل. بس هنحاول نجي نعملها وأمرنا نحاول طبعا. خلاص تأمري نعمل بروفة. أنا هذيك اليوم حاولت إني أعملها وزبطت معي، وبعدين بس قليتها وخلصت فقعت هيك حرقت إيدي. هو أنت اللي قلتي الكلام ده قبل كده؟ لا أول مرة بحكي. الظاهر في ناس كتير حصل معاهم الانفجارات دي. بعدين زعلت وكبيتها. طبعا لا لازم لا تزعلي. لا خلاص احنا هنعملها لك علشان ما تزعليش أبدا. حبيبتي كلك ذوق يا غادة، يا حلوة يا قمر انت. ده انت اللي جميلة يا ميسون. اهلا وسهلا فيكي ميسون. بصي يعني اي حد عنده بنت هيعرف يعملها ب جدوله جدوله جدوله, جدولة. انت ايش تقولي لها؟ جدوله ضفيره ضفيره. صح ضفيره. فدي مثلا سهله كثير. شفتي ازاي كثير سهله؟ دي حطيتي ثلاثه وحطيتيهم فوق بعض. جينا طبعا احنا دي واحده. في اشكال ثانيه بتتعمل برضو كثير من العجينه دي. بتحطي جزء من العجينة كده، وبعدين بتجيبي دايرة تانية أصغر شوية وبتحطيها فوق، وبعدين بتدخليها الفرن. طبعا هتنفش وتكبر وتبقى زي دي. أيوة أوكي. بعد ما بتطلع من الفرن زي دي أوكي. بعد ما بتطلع من الفرن بنرش عليها سكر الأول، بندهنها. أيوة. بالبيض ونرش عليها سكر. أيوة. وبعدين بعد ما بتطلع بنحط عليها واحدة من الكرزات دول، بس بعد ما بتتخبز. طيب ناخد اتصال. معنا منى. ألو. أهلا منى. صباح الخير، معي كيفك؟ أهلا. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. معك منى حنانية. أخبارك شو غدا؟ أهلا وسهلا. منيحة؟ معنا منى. منى حنانية. منى يا منى. ازيك يا غدا؟ ازيك يا منى؟ انا مشتاقه لك كتير. انا مشتاقه لك اكتر. قابلتك صدفه في الشارع مره، المره الجايه لازم نتفق على ميعاد. لازم. انا شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. انت؟ انا حابه بس اليوم اطبع عليكي وعيد على اسره رؤيا. احنا كمان اللي عايزين نعيد عليكي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وحابه يعني احنا نعرف ان الست غاده كتير رائعه بالاكل، وهي كمان صوتها الجميل الرائع. يا منى اخبارك ايه؟ وازاي اخت كريم عامله ايه؟ اليوم كويسه. والست غاده إيه؟ سلمي عليها كتير. سلمي إيه؟ عليها كتير. والله انت تجنني. والله يا ميس، والله عندها صوت بهز. صادقة. ما تضلك تحلفي. صادقة. هلا الدنيا عيد والاجواء حلوه، خليها هيك تطلع لنا بشي حلو من ذوق هيك من قلبها. بالله عليك يا تبغى حبيبي. طيب ماشي هنا. ماشي. يلا باي باي. اهلا. اسمعي بعدين بنحط بصي اي شكل عندك بتحطي منه، بتحطي العجينه فيه، وبعدين بندهنها بشويه بيض. طبعا كل اللي عملناه ده لازم يدهن بالبيض. وبعدين بنحط لها انا بحب اللوز الشرايح ده معاها الشرحات، فبنحط معاها شويه لوز. وبعدين بنحط شوية سكر. طبعا ما بنحطش السكر الأول، لأن لو حطينا السكر الأول اللوز مش هلاقي حاجة يلزق عليها. أوكي. طيب. وعلى الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد بالكتير قوي يعني ربع ساعة. 15 دقيقة بالكتير، ودرجة حرارة 180 بالراحة عشان تاخد وقتها. وبعدين دي الأشكال اللي بتطلع معانا بعد ما بتتخبز. حلو. لذيذة كتير. اشكال حلوة. وطعمها كتير لطيف وحلوة كده مع كوباية شاي. وبعدين ريحتها كتير لطيفة. حطيني واحدة طيب جعان. يلا. ولد اخرب لك الشيء. وقع. امبارح وقعت واحد. مش بنفس. مش بنفس. امبارح حرقت واحد. وبعدين كلمتهم من بيت عمتي قلت لهم الحقوني حالا بمضرب لان المحلات قفلت، فجابوا لي بتاع سلفتي اللي انا جايه بيه النهارده ده. اسكا. لذيذ صح؟ كتير زاكي. والاشكال بقى زي ما انت عايزه، شكلي زي ما انت عايزه. خلاص بقى علشان نعمل الكب كيك. خلاص بقى عشان ناخد اتصال ولا نطلع فاصل؟ اتصال ولا فاصل؟ فاصل. يلا.